الكاوز عنده شوية مشاكل أول السنة، ها هلا شفنا الكاوز مع إنه المشتري، بس عنده مشاكل كتير أول السنة، أول 3 أشهر، بس بده يتفاجأ بشهر 4 5 بعد المال بده يحصل عليه فوجئ راح يكون، والله سبحانه وتعالى ممكن يعطي اللهم رزق من حيث أحتسب من حيث لا أحتسب. الحب ما راح يكون مرتاح هذه السنة، حيكون في كتير مشاكل، وحيكون في نفور بينه وبين شريك، إن كان زوجه أو إن كان حبيبه أو إن كان خطيبه. فبقول لها اصبر عليه او اصبر عليها، لانه هذا الشيء بيرجع بيمرق في هالفطور اللي حيكون، حيمرق بفطور كثير قوي 2020 لمنتصف العام. بعد منتصف العام بلشت تتحرك تتحمله او يتحملها هذه السنه. عمليا لا، في شهره له لمولود الكاوز، خاصه اذا كان هي على الصعيد الفني، اذا بتمثل عندها اشياء افلام او شيء اخراج، اذا عندها بدها تعمل انجازات كثير كثير مهمه، بده يطلع صيتها للرجل او المراه. اذا كان على الصعيد الفني، على الصعيد التجاري او شيء، بيحاول يعمل اشياء بافريقيا كثير من مواليد الكاوس، او بامريكا او حتى بالدول العربيه.